تركيبات جديده حق المزرعه. هذا كله صبغ هني بنصبغه. طبعا عندنا الارضيه فيها ملوحه هذه، فالصبغ دايم يعني بالسنه لازم يكون مره مرتين. شوف الصبغ لازم تجديد نسوي له. هذه هني تا هذه، شوف هذه الارضيات لهني لهني، هاي كلها هذه الحمامات مال المزرعة بنسوي له ان شاء الله قريب. شوف لان عندنا الملوحة زايد، احنا جنب البحر تقريبا المزرعة. هذا كله بيتجدد ان شاء الله. هذه الاجواء، هذا من اول الباب لين هذا كامل نصبغه كله من اول وجديد. بالسنة لازم نصبغه مرة ولا مرتين، لان جنب البحر ملوحة، فالملوحة بتأثر وايد يعني على الصبغ. شوف الصبغ رايح هني، هذا كله بنصبغه. هذه الالعاب هني خلاص بنشلهم، بنرتب شوي المزرعة، بنسوي لها تجديد. هذه الالعاب اللي هني بنشلها كلها وبنجدد، بنجيب العاب جديدة ان شاء الله. وهناك كان شيء مكان مال الثور، اظني شفتوا بالمقطع اللي طاف، والثور اليوم انذبح وكلناه سويناه مشوي. نعم هاي الماكينة كلها تجديد يبغي لها، يعني هنا قسم الالعاب كله بينشل، وهنا قسم الثور خلاص. هاي الاجواء.